بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب حد الغني. باب حد الغنى. هذا تنمت كحد كيسي باب يهي، يعني حد كيو حقيقة أنك الروح من الغني يهي في مسألة المسألة والصدقات. أخبرنا أحمد بن سليمان أبو الحسين الرهوي قال حدثنا يحيى بن آدم أبو زكريا الكوفي قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم ابن جبير الأسدي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه أبي عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الروح وحويديسو بريوضا أما توقتمه وله ما يغنيه أصغى ولا واحد يقكر ومضك وابنكره جاءت وإمانيس مسألته خموشا وجاءت مسألته سؤالي يا بريدي سوى حماية سحالة كون أيتها خموشا حنقروف أيتها أما النبر يدفيت أيتها خمش وراوع يا النبر كي يدخر كقارها يوي جمع خمش أو كدوحنا يا أما يدو الجوق أما الدخر يا إيماني سجمع جمع كدح وأسكمت خمش كدحه كدح أنا سيد دران خمش قام أسوى مركب فراه في الدوية عديها لقو النبر يوي النبر كقار وجهه يوحي اللمدة جاءت مسألة بين سحالة كون أيتها خموشا نبر رأيتها أو كدوحا أما أيتها دخروا في وجه وجه سكويا ليوم القيامة مالك القيام شلين وإنك صوم رأينا إمان دون أصغوا وجهي سوح عاده لبأوسا له. قيل وحالي يا رسول الله رسولك إلهي وما يغنيه وماذا يغنيه الروح مع كفل العوس أشك الدقي حقا هديئه هيستأوسا سؤال ومدى ويدي سنكر. قال النبي حوري 50 درهما كنتن درهم أو حسابها من الذهب أما واحد ذهب أردك ما حديث كان حديث أد لغو دقالامي ويسي حديث يو سنانشيس أد لغو دقالامي في جامع الترمذة بين قصوة مرأي هوشيس أيضو فافاسا بين قصوة مرأي سبب كنا بحاوي ننكا حكيم الجبال الأسدية أي أد لغو دي حديث كان ننثقاء وصدوق وعلى أقل تقدير لكن وذا دو شعب كمدية أي حديث كان أوقي قلي أيضو محكا لو إرسانين اليوم النسائن حديث كوع اللي في الكبرى وكوع اللي وحوي لي أمرك وكهل هاي حديث كان حكم كيسة أدبوع اللي يوحوي لا نعلم أحدا قال في هذا الحديث زبيد غير يحيى بن يحيى بن آدم ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم ابن جبير وحكيم ضعيف وسئل شعبة عن حديث حكيم فقال أخاف النار وكان قد روى عنه قديما هذا كالسويري سيد الصواب كان حديث كون سغين هاي صادرت الإمام الثوري سفيان الثوري بصحيح الحديث ومن رواة الحديث كأه وحاس صحيح يلي أوكالي سحابن راهوية حسن من صالح بن حي المجتهد عبد الله بن مبارك أحمد بن حنبل ترمذي رقاس وصحيح يلي محوها ابن تركماني شيخ الباني أحمد شاكر وصحيح يلي شواهدنا والي حديثكم من حديث عبد الله بن عم نعاص ومن حديث أبي سعيد الخدري وين إيمان دوران كل قدبة رجع حديث كسيف على الله لأن سلي حقي سواسي وانا الدفاع أي حكيم هوشي سنة وملبوسا ووذات كإسكال كتاب قال الحديث الحسن لذاتي ولغيره مجلد ككوباد لببق الأفرتن يلح إلى لببق الإتضباطا وحكوده تقريبا على واتن صفحة كبرا يقضي يد حديث كجاه الله خالد منصور الدريس جزاه الله خيرا مرك حديث كنو سوين بالراجحة وحكوصها ري كنتن كالدرهم هل كالدرهم حودك ما صدح درهم وصدح جرام وحير دمن لبب قول سجاشني أما لبكون سجاشني يتضوا إحنا عاز أي لغو شيء أدوغو 2.97 بون نقطة سجاشني يتضبو لب محمد هاي يون نقطة أدوغو صدح جرام ودمن هذا وحير صدح جرام وحير دمن وين مركها دي 2.97 لغو دفتو كونتون وحاسوب حيا بقول أفرتني سديت درهم بقول أفرتني سديت جرام بقول أفرتني سديت جرام يعني كنت أندر ما دهيل كرت أما واحد يقول ما دهيل كرت غني بعد هاي أمضها ويدسني زكذنا أمضها كل من هالكاسو إمامك وجيله تحديد إنه صنيع بين اللوب بدل سود بيع كه الله يو حالة بين آدم هكلا دوان بنبى كنت أندر ما كفلان تهاي وباهدي سوي كفينا دهيل كرو نبى أفرتن كفلان تهاي وكاسا قال يحيى وحور من آدم ويقال سفيان الثوري وحور وسمعت زبيدا ابن الحارث بن مغري يحدث أصوى حديث كتبني عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أيان مغلي بولي رجع حديث قدوع اللي يوحى يقونا كمدة هدية حق الشيخ رجع واوين وحا كمدة شعبة كمدة ابن معين با كمدة دار قدني نسائي فسوي بزار ابن حبان ابن حزم ابن عبد البر يبيهقي ابن حجر
الحافظ رجعنا يو هالكاسي مرين رجع كلامه وينا دنك كلام مرين قرطنا إنا يو ليهم قليها صحيح يا ليبا حب بدن والعلم عند الله باب الإلحاف في المسألة سؤال شدتك إن لقول العليه الحاف هو إلحاح العلنت أن مركا لبضنا يوي أكثر من المسألة إنا يسنا إذا بنانين هذا كنت ندرهم لك كرتام واحد لقمة ذهب أنا أضق ومضينا عن سؤال كوي دين السكان عن لبسين إني أنت روح كعبه بدن أوجوه أخبرنا الحسين بن حريث قال حد أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمرو دينار المكي عن وهب بن منبه اليماني عن أخيه والكي همام بن منبه اليماني عن معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلحف أي لا تكثر في المسألة سؤال شهب ذننا سؤال شهب ذننا يا بريضة ولا يسألني أحد منكم شيئا إمنا ودي متكين شيء وأنا له كاري أنا كهانية فيبارك له لو بارك فيما أعطيته حسيبنا صلى الله عليه وسلم مجر روح سؤالي ويديستا أنا لبسانها ينا أما كهانية ينا سؤالي ويديسانا وحقسي ومركا لو بارك بركة الله قادة سؤال شو اسكي إرالية فربضان باب من الملحف هذا النبي لا تلحف في المسألة كيبان ملحف ومركا سنين سؤال شبذية وخلدانة أخبرنا أحمد سليمان الرهاوي قال حد أخبرنا يحيى بن آدم الكوفي عن سفيان بن عيينة عن داود بن شابور المكي عن عم شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل روحي ويديسته وبريوتما وله 40 درهما أسوأ أفرتم درهم إليكرا فهو منك سأل ملحف من سؤال شبذي العليوي حديث كان ومن شواهد حديث عبد الله بن مسعود خصب باللوني حديث عبد الله بن مسعود من طريق حكيم بن جبير الأسدي أسوه كنتن درهم بوكاردغ كان أفرطن حديث كان عبد الله بن عم العاصر أفرطن بوكاردغ الإمام البيهقي في السنة الكبرى وحوليه ما إسخلافه وحوي وحالده كل بس سائلك وحلقه بعضون الطاحب حاسطة وكنتن أفرطن درهم يسكوه في الليل وباهيدة كفرين سكنتن درهم يوحي لها المال نينا أفرطن نين بيصدن كن في لنتاي نين بيلواتا كن في لنتاي وحاوي نينك أسوه ديقتومي كرا أما كفاية هايسة أفرتن درهم كبنان سكنتن درهم أما كير صدن درهم يعني بهيس وحكم فرنين هيستادنا سؤال ويستاغي إنك سوى ملحف مركا تحديد ما هو تقريب بوي هذا الإمام البيهقي يحالد كلبا سائلك يا مسكينك يا صاحب الحاجة يكون حرم طاي وأنا معنا صحوي مركا هو شاهد عضو ولبا حسن أما صحيحة لحديث ابن مسعود إن غنو وحد لي هاي ملحف كنا مركا وحي نينك أسوه غني وحويديستان أوي هاي ملحف وإن لم يكثر هذا غني هذا مدى وحويديسته ديغتومي كرانا من الملحفين باطي وانا عاينتا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي الرجال وإن صوم الرأي في موطئ مالك اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن بن الرجال المدني عن عمارة بن غزية الأنساري عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي أبيه وابن سعيد الخدري قال وحولي صرحتني أمي هو يدي بقى الدرتي هو يدي بقى الدرتي بإلى رسول الله رسولك الله بقى الدرتي فأتيت النبي أن أتقي وقعت وانا فريستي فاستقبلني رسولك يقصه الرجل السدية حديثك سوى قصر ربي ما داي ومركة أبيه حكوش يدي أحد بكوش يدي في غزوة أحد بكوش يدي أبيه أبو سعيد الخدري أبيه مركة ويقن توبين أسيقه هو يدي عروتي رير مركة باهبا با مركة تمن مكو دوق دينتي وحول النوق ما تجين بول وحنا غالا وحول الضوق كما تجين مركا وانس كرفان حلي هذا النوق أتكاتي بهو يترب النبي النوق تجو وحنا نسوي دي ساس الله صدري وقعت الفرد جبنا فريست النبي وفرد يي جلسة بانيمت فاستقبل النبي قال جسوا رجال صدوا سوق قبل وجه إسيء وقال وحنا يري من استغنى نك إصدقاء إس إلالي أغناه الله إله بدقية ومن استعفى نك دورة إس أروريا إس دور صدانا أعفه الله إله بدورة أما إله وار دورة أما الله دورة الدعاء ومن استكفى نك إسكف الله ذك بعيد زكاة عشدنا كفاه الله إله بكف الله وكافية الدقة ومن سأل روحي ويدي سوله قيمة أوقية أسوه هي لك أوقية قيمها أوقية وأفرت درهم بين نقطة الأوقية الواحدة وأفرت درهم حديثك عبد الله بن عمرو بن لمدي حديثك فقد ألحف سؤاشي بالبديع وأنا حد قد بي أنت أصل النبي قيلي وحد مودى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله شغلي وهو شل جبريل بايلي أبو سعيد ما شوف الدنيا والله صدري مركا لا سعر حديث كاس الله شغلي أبو سعيد مركا كله والله قاور رمي حب تادي سكبر نقح والنبي هو يديني ويدا بقى صدر تحوار دين 10 كقاضي سكتر فقلت محارب يعني في نفسي مركو النبي وسيدا يا سقى سلها ناقة الياقوتة
هاشي إذا ياقوت الليلة وهاشي ما قاعد هل غير ما هل أي رهاية ويوم مركز هيستين أي هذا خير كخير بدون كون من أوقية هل أوقية فرجعت وان لابتيب ولم أسأل نبي حمانا ويديني حديثك أبي سعيد يكاهر عبد الله من عم نعاس لابد وحي أمراتك حديثك هو عبد الله من مسعود آد الله ويرريب أمراتك عاية أرسك النقيب النبي قد يأفرت أن درهم نك أسوه هيلك أمد وحويد يستوان ملحفة سؤالش نواب بذي حوري هشة كو إرماني هبلي أذا يستطاب كقيم بان كنت درهم يكون درهم انتبه وسك النقضي سحابي مر لبعض بعض أنا أنت باهي كيه وركدر أقول عليه بكسو النقض النبي صلى الله عليه وسلم مركز حديث كي أدنى بكسو عليه حديث كي مالك كي أدنى بكسو عليه بول دور بلوت أمر دور سنة كذي بها أدنى باهي باهي كعولتنا نقبطي بيه ويا أدري بل النبي كبر دون مركز أدنى صوفر يستي النبي قل حديث كي دور سنة دور بلوت كهر يلي يمد أما أي شيء إلى قابله أدنى النبي إلى قابله بول أدنى وارس كن نقضي بول يعني هو اللي وضع حاله هو اللي جور رمي حاله بره يركز أقوم بهن نقطة هذي بنادين هذانا إني صبران يدل قاته باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها وكان له عدلها عفوا لا يسأل بكوشه جدا هذا دراهم لا ضعي دراهم إذا عدنا ذهب دراهم منها يستن لكن واحد يجمع بدر أم الراشين أم حورنا الله هذا إن هذا سؤال كريم إذا لم يكن له دراهم هذوسا العقل هين وكان له هو هذا عدلها واحد يجمع العقته أي لا يسأل سؤال شو ويدسن ما هي وحويان بريوتهم ما هي معنى قيل وقيل ويحي قيل قيان قيل وي قسم ما إنا من دراهم يذهب يسطو وحولك ما ضلها يسطنا غني بعطاي قال الحارث بن مسكين وحولي قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عبد الرحمن قال أخبرنا مالك أبو عبد الله عن زيد بن أسلم العدوي عن عطاء بن يسار مولاهم الهلال عفوا مولاهم يعني زي الناس اللي عدوا يا مولاهم عطاء بن يسار معه وانخلطي عن عطاء بن يسار الهلال عن رجل من بني أسد من ثياب بني أسد وسحابي قال حول نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد أني أهل كي يحل أبار عذاب انتي صو محوها بركعين يمدين الدوش يدي مادين نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد بقيع الغرقد مشوا لي قنوا ومشي حوالها مسلمين تنقلت واقد دنب أيان سودك نيبوري فقارد لي وحيوت الإسلام هي حالك يا حاسكيسي فقال لي أهلنا والرواية اذهب إلى رسولك إلهي آت صلى الله عليه وسلم فسله ويدي لنا أنك شيء نوسه ويدي نأكله آن عنه شيء آن عنه نوسه ويدي فذهبت إلى رسولك إلهي بان سوء آذي فوجدت وحانه لي عنده أكيز رجلا نمبان كل ما يسأل نبق حويدي سني ورسول الله رسولك إلهي وكلها يقول إلهي لا أجد ما أعطيك وحانك سيامها أيه فولى الرجل ننكب اسم جيري عنه عن الرسول بكنقد وهو مغضبا اسوق عريس ننكب عريسان باب اسم جيري وهو يقول حقا ان اوليه لا عمري نورشيدان كو دارتي وقبل تحريم الحلف بغير الله الهي غيرك ان لو دارت انتان لا حرمين وي اما وا شيء جرى مجرى الحلف وهو غير مراد اما دار اهم بو غيظاهر لكن وعاد عربيد اسك دور رسلتي او لسانك مرتي وي دار مقصوده ان هينا وا ليدادا لعمري نولش إذا كنت أرتي إنك أذق الله تعطي وحاتين من محمد ومن شئت الروح عضون تاتسين روح عضون تنو أدي دوي وذهلي كرت هذا نو حسيسه وأدي دي بوليه ساس تلمامها يا إنه إن رمي وسك قال لفسنا بار أمري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يحور إنه لا يغضب علي وحيق عرون بوري على ألا أجد ما أعطيه وحنس إن إيه هي وحنسي وعرون بور موحلام بالسون عاد وحمها هي معك وصمية من سأل منكم روحي بريوتمه من سأل روحي وحديثه ومنكم إنك نمدا والحال له أوقية أفرت دين أبو هلكر أو عدلها ما واحد ودق ما هذا محل شاهد فقد سأل واوض بريوتمي الحافا العلعلين إيه دبض مضوء لبي قال الأسدي نك رجل كهر يبني أسد أسوغن هوش كيمد أسعد إنه نبي وحديثه نين اللي قد قن يهيب أبو أركيبة مركه وسكن نقضي محاو مشهد فقلت محارب في نفسي أسقع أسلح الله لا لقحة هر إرمان لا لقحة لقحة ونف كإرمان جيلة هش إرمان لا لقحة نف جيلة إرمان ولنا أننا النوع هذا يا خير كخير بدن بعشرة من أوقية أفرت درهم أوقية النبي وهذا وحوري هل إرمان ببردان تبع عشرة برم هل بنا هي ستة لقحة كفي عن لا لقحة لانك إن لكسرية كونكسن مركا ولو يا خير من أوقية والأوقية 40 درهما أوقية وأفرت درهم إن تنضم والأوقية 40 درهما تاسي ومدرج من كلام مالك سيدا صوابك ومدرج من كلام إمام مالك بهذا الكأسكالي تفسير كان أوقية كدقي حديث هذا أن مر إنك ربني أسدنا
وشاهد صدحات ومغراتك عاية حديث عبد الله المسعود شاهد صدحات وي فرجعت وان لاطيب صحابي ولم أسأل النبي محمد ويدني فقدم على رسول الله رسولك لو حوصوا قال واجد بعد ذلك انت كذب شعير هاد يوزبي من زبيب الله كيني فقسم لنا منه قيب النبي ونقسي ننك هو رأي النبي يددك مساكين تاوران ايو عويدسان هاي ورنب النبي اسكوه يري حوالي بوسي حتى أغنان الله إلى ربنا الدقيق أغنيان قلنا سؤال دمنا وباهنن نبي هذا وحيان هذا وكسادون كهينين أدخل بتماه أدخل بتماه مرك هذا الدقتوم كرو إسكوف في الأنكرة وحد هي ستبه وحير الله كرديه وباهيد هذا وحك فين كرب هذا هي ستو مضح به ويدين ذكر هذا دبي هذا دون تنا به أن قن بنين غني إذا ككو واجبته لأن أفرت درهم إذا ككو ما واجبته كنت درهم إذا ككو ما واجبته لكن محاول يباهي هذا الكوفي لم تهي وين مدك كقابسة توي أخبرنا هناد بن سريع بصري الكوفي عن أبي بكر أبي بكر بن عياش عن أبي حصين واسمه عثمان أبي بكر بن عياش الأسدي عن أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة زكاة أما بنا أما صدقة أما بنا لغني لندقتون وهضنا ولا لذي مرة ولا لذي قوة مرة وقوة ولا تحل الصدقة صدقة أبا لذي قوة من أود صاحب كاسو سويا سبان حبنه سلما يسرن أي سليم العضاء يعني الزكاة أما بناني صدقة ونين غني أو تناد هضنا أو اسكو في اللانكر غني قام مركم غنيه باب الزكاة با مسوى غنيه باب المسألة غنيه باب المسألة إنه يهيب اللو بدنيا ولا لذي مرة ولا لذي قوة إن أود لنا وما بنانا صدقة كاسو سوي بدقبه وحبنيه سوق بدقبه عن علان اهي هذا حب نبا نافي نغن كرتا حديث كتن بينا حقدر الدونة ولا لذي مرة مكتسب ولا لذي قوي مكتسب وإن الشقيسان يسو نين حب دونة الشقيسان ومباهد يسي نوليشي سيسو ليلميني وعرز بيلك سيكينسان ياسنا مركا صدقة وما بنانا ايو يسؤال من نبا يوسن مغنبا نقول انت ما يستو حول ما يستو لكن رتبك الله وسو حماشا باهدي سي عرض تحكم لهم بهلا بس باب مسألة القوي المكتسب وحبابي هنينك حوق بدن الشقيسان يدد سؤال مويديسان كرا أمضى هل يجوز مسألة القوي المكتسب شقيسان كرا أما الشقبي أضاد تهنين قوي أو مكتسب الشقان أدوي هذا فقراء مساكين تتكجرتها طيب هديها أضو شقيسان كرو قوي هذا هؤلاء الدينية دي أرهم مسلمين كم مشقوشنا مركا أيضنا حلو قلنا يباب الفقراء زاد درت المهاجرين فربضن يا أيوة شقيسان كرو محو هاي حق إنه حيوك بدن أي النبي وعاون جلو النفقين جلو بيجري محايل وحكم مشقول صلاين التعلم من رسول الله النبي قال وحكم برتن علم أنا حمباران كأصحاب الصفة أخبرنا عم علي الفلاس ومحمد بن موسى البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عروة بن الزبير قال حدثني عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي من كبار التابعين أن رجلين حدثاه لم ينبأوا الرمي الرجلين كانوا ولا بس حابي أن رجلين حدثاه وحيوشي أنهما أيوة أتيا رسول الله رسولك لها إن أتقين يسألان أيوة ويدي سنة يسألانه أنهم أتى يا رسول في رواية وهو يقسم نعم الصدقة نبي محمد بيقول يعني أسوي جيل زكاء قيبني جيل زكاء صو قيبني بيقول تجاه يسألني وحكوي دسنة يكوي دسنة يعني من الصدقة الزكاة وجيل قيبنها يو زكاء بالنبي الله وحنا قصيده فقل بالنبي وحوش ركروي فيه ما في الصحابيين في الرجلين البصر أرجع كرب أفيري هوس أفيري نمن كي بأركني من حوا عبد القرء حسن إني هذا نصر الله وحنا قصيبي لي وقال محمد وحولي محمد المثنى وعمر علي وصن أورانين فرآهما وحوار كي نبغ مركو فيري وكر أدوكتاي هوصن أفير شيء جلدين أي قويين إني حيوك بدنيهين لبن حيوك بدن بدقى بقو إني فقال رسول الله صلى الله عليه وحولي إن شئتما هذا الدونتان أعطيتكم وائد سين إن شئتما أعطيتكم رواية كبرها سيدا سوي ملكا لو أكتب حديث كيما دأسوا والله دقاوت هذا نوى يقوى أنت إنتاس إن شئتما هذا الدونتان أعطيتكم وائد سينوي ظاهر كنا وحكموا إن من حق بناتين أو عن باهق بن لكن حال دينه صنع وكما ورقة بنه إن الفقراتين والدبنتين إذن كحوشة كم مسؤوله وإذن سنوي لكن أنا وحيوم وقدنا الحق بنتي ساسوي ولا حظ نصيبكم لها يقول يدف فيها أي في الصدقة لغني مثل غنية
ولا لقوي مكتسب نين غني أو شقيسان هينا إنين حب دون أو شقيسان هيو مركا أسوه سكوف لنا وما بنانو روايك لفسعد فينا البصر وصوبا كرب النبي قلنا وفيري هدان عندي هوس بقول لغي تصويبه إن هوس لغفري سلي بار بنبي قفيري نمك من منافع يبا ما ده لا يين حق يلا جاه يبلع كفيري وأنا ما بدق بوين عقبه صدقنا وزكينا والربان مرك ظاهر كود وإني زكذ أبناني حالته هو سنة إياك ورقباتي رسالة النبي أخذ الدرنسي إن شئت ما أعطيتكم مواد زيادة ضمطان إذا جالس كورقبه لكن أنا وحيد مقطعين زكينا كبحين الإمام الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى البيهقي وحول إسناده صحيح حديث كما يقول حكومي إسناده صحيح مجلد كشنات لبكن لحب قول إيه تضباطا المهذب في اختصار السنن الباقي الكبير لبكن لحب قول إيه تضباطا مجلد كشنات مرك حديث سقوم حديث كان يمك كيهر اسكو قبو مرك اسكو قبته هدي لا تحل صدقة لغني ولا لذمرة سوي مكتسب باك صبيحي نين غنية أو لحد لسلحات نين حب بدن أو لحد لسلحات قبو شقي سنة يا أصنع زكاة وما بنانا غني أسوها دم مال قبل أسوها زكاة لغرها بنا وما بنانا وي باب مسألة الرجل ذا سلطان مرك غني قال الله يمن انك اي زكاه واجب تيبا مسوى الغني في باب المساله خلاف كجمهور وحنفي حنفي حديث ظاهر كده ان لو سبحانه وناكسن هدي قوي مكتسب كاهل الى غني بات الزكاه كوما بنانو اسكو بدا نينك لو اسو واحد عنده كو هيستبا نينك هو حب بدن يا هو شقيستا مركو شقيستنا واح نفسي سو كفلن به الهيا اذا وحاله وحات غني في باب المساله ودفع صدقات لو نسين ما هي ابا نقطت فقير في باب وجوب الزكوات ما كان زكاة الله في وجوب كذا فقير بعد نقطتي باب مسألة الرجل ذا سلطان نكون وحوجي سكر نين بقرة أما مسؤول أما مدحوين أما والي أميرة وملكا إسن سوقين مسألة حارنتي لأنه أميرك حول إسلام عام بهاي أذونا مسلمين تحق حق كلات كمتاي هذا يبقى هاي ثم أذو وادويدي سكر تاريب النملة أخبرنا أحمد سليمان الرهاوي قال حدثنا محمد بشر العبد قال أخبرنا شعب بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسائل بريوين كي سؤاله يحويديسه كدوح النبر روي يكدح أكون نبرهاي أما أكون نفنهاي دخل روي أكون دخرهاي بها أيضا الرجل ننكو وجه وجهيس مروا البطل سؤال ودس النبر بطل كل نفنهاي ساوي أضع اسدخرهاي وأضع بربهاي ستامر لقحبهاي ستامر كاسد سكو في ريسا وقربه اسكو نفن سؤال لبعد فير صدحات فير سنة طبعا فير مكي يكون عاد طبقه قصود عاية وي آخر أبو مكو حد إيمان أدوك وأن مركا وجه قادو وسهيل بالهاي فمن شاء الروح دونا كدح وجه وجه يسود دخري والنبرين ومن شاء الروح دونا ترك الدخر كي نبر كي يقعنقاتك وإسكدين وي إلا أن يسأل الرجل روح روح ودي سنة يبا من ذا سلطان إن إمام لي مسؤولية هيا بموية أو أمسه وأسأل هيا شيئا لا يجد منه بدا أما أسن كم مرمين باهية ضرها ضيكو قبطه وإذا كم مرمين إنها باهية ضرب إسن كهينين حتى أداد من سلطان وحديثنا ويبنانتا لأنه حام وقت النبي أنه قال قادها السؤال دو سلطان ويبنانتا لضرورة وعدم ضرورة لكن ذاتك كلي موي دي سن كرتد إلا لضرورة وحاجة ملمة أو شيئا لا يجد منه أسنه إلى حق يسبودا كمارا يعني باهية ضرورة دي تماده سلطان غير السلطان بو بنانتا ان اد وحو كو بنانتا لكن سلطانك اسو حتى تكثر استكثار بل لو دي سنكرا با كم وقتا روايه لكن سو سوتو حديثك انو سو خيغا بان مد حتى سلطانك ان حاجيه باهي كو قيدو لو قيديه باب مساله الرجل في امر لا بد له منه مساله الرجل اي سؤال الرجل نينكو انو وحو دي سنكرو في امر ارين غديه لا بد له منه ان لا مرمن ارين اد ويده مارين كلي إن هذا مدى أولتي كرتو أخبرنا محمود ابن غيلان أبو أحد المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير هذا وحن السمر حديثكم من طريق شعبة سوزان ماهين بس بشري بها شعبة عن عبد الملك بن عمير هذا هو سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة سؤاش يبريض يطقمض كد ضخر أما النبر أما واجب طيب يكد أكون برين هيا بها الرجل وجوجي سأقول دعوعها إلا أن يسأل إنه ويدسن يا الرجل سلطانا أمير يبقر سلطان موين في أمر وليبا أهرين قده لا بد منه أن لقام مرمين إذن رواية سلطانة روحي كدك تسلطان كلف تركيزه وحال ويدسن كرتا مركب باهي أيكو قبطه إما أها حول بطل لهم ويدسن كرا
أخبرنا عبد الجبار بن عالم عبد الجبار عن سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن حكيم ابن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. حكيم بن حزام يحول نبي محمد بن ويدي سمركاس وإسيي. ثم سألت مر لبات فأعطاني، ثم سألت فأعطاني مرصد حات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم حكيم بن حزام إن هذا المال مال كان خضرة وعقارن ولتعليها سيد عقارك اللو تعليها بمعنى أما خضرة وحد البزولة سيدة علينتو يعقارك دربو أزوله حلوة معانو ضدك علي ذا يضق بعد فمن أخذ روحي قات بطيب النفس النفونا سنكو قاتي يمحوها يكلسوني إيا قلب السامي بورك الله فيه والله بركين وخير بإله وقل لي ومن أخذه روحي قات بإشراف النفس هنقلتاك إيا ممنك قاتا إيا حرسي هو بضني لم يبارك له الله بركين ما هي الله ما بركين أيه وكان وحون النقن كالذي مدك يأكل عنها ولا يشبع عن درقيني وحون لم يدقنها يروح حق النعون عن درقيني وي إيمانك الله قاد وحي سمالي ليه جرين وي إيمانك سمالي وحي يقنا الموقت هنقوري كان إيمان يقنا روح مرك عرت وين أما أن وحولها كدرقين وهنقوري وين ده يعني إيمانك لا يقولي مرك إيمانك إيمانك قول وعمل واعتقاد وجداني قناعة وجدا وقناعة يرياي وكلسوني يرياي وإساسي مرك القاسي كعب رايا عدم القناعة بيك عبرها واليد العليا قعنتها سريسة أيا خير كخير من اليد السفلى قعنتها هسيسة مدة معطية واحد بحينيزه أيا وناقشين مدة سائلة أنا لقى وناقشين جاي حكيم ما قد نبي وحول نبي محول ولا قبل الله بمانتا إلهي بان كل أرتين أنا المرضى بابا ورجل بين آدم حوي الدينين قعنتيضو عرب من ضمبو عرب من اسم هوسمر ينبر ونكده بي وكده بي بلنك بقاضي وإيمان دون الرواية ذو أخبرنا أحمد سليمان الرهاوي قال حدثنا مسكين بكير الحراني قال حدثنا الأوزعي عبد الرحمن عن الزهري محمد عن سعيد المصيب عن حكيم بن حزام قال طريقه روحه هذا إنه مر إني من طريق عروة عن حكيم هنا أنا ومن طريق سعيد المصيب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم حكيم إن هذا المال مال كان خضرة وعقارية ودربواتها وحدة إيمانا ما أمانا جوكتيه حلوة ومعانية والتعلية والغنف بحا والسكول الله إياه فمن أخذه روحي قاتل بسخاوة نفس وراوح أن نصمر بطيب النفس طيب اسم مذوي سخاوة يعني نف محوة ديق كالسوني ذيت أما ديق سنيمة كيد نف حقورة إيسا وحنا بحين إيسا الدون كان أنكنا في بحين ننكي ساق حقوقاته بورك الله والله بركي ومن أخذ روح قاتل بإشراف النفس نفها قل تاجد هنقول الآن يمحوها حرص يدلال يمن مران روح قاتل لم يبارك له في الله بركين ماي وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى أخبرني الربيع بن سليمان بن داود الجيزي صاحب الشافعي قال حدثنا إسحاق ابن بكر المصري قال حدثني أبي وبكر المضر المصري عن عم حارث المصري عن شاب الزوري عن عروة بن الزبير وسعيد المصيب لبي طريق أن الصمر هذا على سكولر على سكوك قبطي أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألت فأعطاني ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة مالك ومعاني فمن أخذه بسخاوة نفس نف وحرد يدق سنيمة كأنك كوقات يعني نف أن الدنيا تعلين أن كد ذالي أن كن نف بحين نبالوج بورك الله في والله بركين ومن أخذه منك كقاتوا بإشراف نفس يعني نفهم قلتاج يد إيه هنقارن كيد لم يبارك له فيه لا بركين ما هي يعني نعم سنو ونكسن لوج لي ما هي سما يقول يا رمي يا مركو الرب أنت ود وصفي عن ود ود يا هذا ندوك في عنا كدل ما هي بدر يضلك في عنا كب حماية بير في عن لا جو صن ما هي ويقول أنا سنة كان ما أنت سنة لا أم بوا سنة دي سايرت بمعنى بركة ما لا ينوي بي رك وايمد وأنت دي إجرت إنك بدن باب الدقيبة ومع ذلك النبات في عن يدر في عن يدوق يريز محوها هاي عاوز منك على الماي بيرفع عنك أبوي مايس حولينا حتى ويتمنها ينا حتى قرر من مايام مركزه وحوليه وسنة سنة محوها سنة لا أنا سنة يورن سنة عيق أنا وبركة بركة عيق أنا بركة الله خير كلا قق هذا وي أزوج وحي بدني هاي بان بركة بركة ونقلية ولكنكم غثاء كغثاء السيل وما حد بركة اللي قق هذا وعركة باتين عيد عمري ملايين بلايين باتين لكن واحد طريق كرتان مجروي تيالا أن نحرك إن يلقى قضية قيمة لم يبقى وكان وحنقنها يا كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من يد السفلى قال حكيم حوري فقلت يا رسول الله وحاري بمرك إنت النبي قل يا نبي الله والذي بعثك بالحق
الله حق له صدر عن قدرة لا أرزو نقصان من مهيو كقادم مهيو لا أرزو من نقصان من يوي أحد أحد كان نقصان من مهيو بعدك الضبضة حتى أفارق الدنيا بشيء شيبوري الدنيا لا أنكتب والضبضة أحد بن آدم وأنت محقق شريك سليم مهيوي نين طبنش نين طبنش نين كقاس قال نقول ما يام نين مليون هاي سنتان طبنش نين كقاس مليون كحسدين ماي أبد بمعنى حوجة روح بن آدم وضم بسؤال الدنيا ويديسن ماي لا أرزق أي لا أنقص أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء شيء روايك فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب روايدي البيهقي يدوس دا صيحي فوالله لا تكون يدي بعدك يا رسول الله تحت يد من أيدي العرب حول إلهي بأن قلنا أرطي عرب هذه أمدت قيمة بالنابع يعني عجم ويقرسن جيرون ضب ما هين عرب واتقوق على القرصة دي حول قعان طيدو لقب الله وما أنت النبي الله قعان عربت كوس مري ما يسبور بمعنى انتان وحيصير له وحالله يسير ما يمانت وحكذن به بأن بقات ونفذي وكذكر رفا أبو بكر بذكر رفا دي يقول النبي قد انتي أبو بكر حلق يجي غنيمة دي فيق إيه حوليه إسلام عام كأها غنيمة دي حق يسوى ليه هاي فيق إيه محوء هاي صدقات كي إيه عطايات كي إيه خراج كي إيه هنتدي إيمان يسيبا والحكيم الحق على قدوات دي أبدا أبو بكر باسيس ونقول ما يسوى حكيم نواه ورصدي طار أربان كم مرة يبلو كل قين ما نبي محمد بان هرتز يقول هرتز كده عمر بواقي دم سكره فادين عمر بيروح حوله إذا قال ودي عطايات في حولين تعرض كبت المدى اللوقي من جاي هل شين وكقة تودي عمر واقي دم حسين جري ومخناتي قل جري مساد بنتك استاقية بنانا يريد إن المسلمين مخناتي هذا حكيم من حزام حق وكلها أن تذا مسلمين تأنا نسيء ودي ذي حابن حجر وحول حسين عمر ويري إنه دمدي سبري يارو لأنه ضد عامون كور قبين يرمي بعده حكيم حلو قدي هرت عمر حكيم حوجور ومسيء هذا ذي لحق أكتر حكيم جوان جيسود بنان كمرضو نين عام ينكور قيم بس كك أيضين مركز تبرئة لذمة يصاد مرضى أمة يفسطوا أنا بنان كبيس حكيم صاص وكل إنتي بل أن كنا بقول قادو وكل إنتي هؤلاء وأنا جالس ثوبان صوم رأسه النبي الله بل أنا كوب بل أن قاد أنا روح بيع تحب أنا ويدي سن مركز حوي صحابه بل أن كإله وقادان يعني وكف وفلنجرين حكيمنا وعد جاي وأنا ذا وأنفع لي باب من أتاه الله مالا من غير مسألة نينك مال وي ما دسو وحوي جسن الا سؤال شي با لقد قالم هاي حول اسكه كيم هديه نين باكو احترامي ادوبن كو ورقبن مركز امان كو تغلين اي مركا اي بركيسن تو لا قادن كار وخي كيم اخبرنا قتيبة بن سعيد قال احدنا ليث بن سعد عن بكير ابن عبد الله الاشج عن بصر ابن سعيد عن ابن سعدي عبد الرحمن السعدي عبد الله بن سعد انت هو اللي ده السعدي قال انه خلدي بان لو بدن هي رواه السعدي مسلم من كتب من هلكنا كتب من خطا صوابك هناك وابن السعدي ابن السعدي المالكي وربني مالك سو لكن من حيث حق النجمدة أي ربني سعد بن نجية إساس الله قلت رنها قال وحب السحابي قاس وأنا سحابي ابن السعدي استعمل لعمر عمر باي شغال إيقادك تيبور استعمل لعمر عمر باش عامل إيقادك وشغائي دي بي على الصدقة صدقة زكاة إلا صور له صاعي عامل والعامل عليها ولا قد فلما فرغت منها مركان عمالة سوى دمي أي العمالة شغالي هو فأديتها إليه أوجو تيبور أمر لي وحويم أمر عمر بعمالة مشقايات حوا وخرش أجوره عمالة وشقلة هي عملك عمالة عينك اللي بدنا وأجوره لقاسي أجوره لقاسي يخرش لقاسي فقلت له حنكوري إنما عملت لله إلهي درت من أشقي حول أن أمد هنا زكاة هذه صدقة قال عمره وأجري أجرك على الله إلهي بساري إلهي بن آخر كسوقي فقال عمر حولي خذ ما أعطيتك وروحا كسي يقاض فإني قد عملت على عد رسول الله رسولك لا حل جسما أنه أن شقيي بوري وصدد أشقي سبا عامل نقض وكأنه صمر سوق عباسي ابن جميل خالدي زكاك سوق الله يلي صمر فقلت له وحان كولي مثل قولك ويرد أضوك لن كولي ما كان زكادك يعني بالنبي هو العامل عليها إيسيه وسهم بإيسيه مركز النبي قال له أنه إله درتي من أشقي حول من ربو هيصح ولا هذا فقال لي رسول رسولك الحيويل إذا أعطيت إذا أعطيت مكلك سيئ شيئا شيئا دنيا من غير أن تسأل أذن سؤالا ويدنين رادنين فكل عم وتصدق صدقيس قاضوا صدقيس لي يعني تندب ما طلقها الله هو سؤال يدورسي يدطبقل يبريوي لكن ننكي روح وراء وكوكينا أما حقهان بقول إذا اللقو سيئ سيدا عاملك وكلا قاضا لي مركة ابن سعد ساسا لي حديث كان له فائدين أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن السائب ابن يزيد الكندي وهو صحابي صغيرة
عن حويطب ابن عبد العزة العامري أصنوى صحابي من مسلمة الفتح رجي إسلامي بوأها سنة فتح مكة. أخبرني عبد الله بن سعدي وصحابي صدح هذا صدح صحابي أجدبت تاجن أنه عبد الله بن سعدي قدم على عمر إن عمر أصو قريبه وشيخه من الخطاب رضي الله تعالى عنه من الشام الشام الأوكيمي مذنون عمر أقول من يادي فقال وحور عمر ألم أخبر ميان لإيشيقين أنك أذوق تعمل إن كشقيسه على عمل شقاء قبطية هول من أعمال المسهولين المسلمين تكمل فتعطى الوصي عليه على العمل عمالة أجورية أجرية خرس لغاسي فلا تقبل أذن يلنس إلا يمشيقين يعني حديثك روحان قصوا مرأي إنه أصوغ عمر بشغادة أولي بي عمر إنه شغادة أولي بي وعامل كارلي بين صوم مرأي هنا وحاق كتال الله إن عبد الله بن سعد يخي من الشام عمرنا مدينة أوجي يمد كد من عمر سؤالها ودي على وجه معين كرا إلا إذا شقاد أبو عمر بأودي بعامل كرني جاي شامنا أودي راي شام مركو حوله ورجيه ومرد الجوعي هوله كور رجيه أول يا قاضي خرج كذا عامل كأودي دي تري عمر بو مركو يمد من الود بعمرنا هوش مقلة سؤالي بلقى ودي والله جعين كرا دب ملا عمر إنه عامل أصو كرني جاي حقنا سؤالها ودي اسمه دي ذهيا قال وحيل أجلها هوش وجرت أو مقا توحي ليس تاب محاجر أبو إن لي أفراسا فردان لا إيه هذا يبر وأعبدني يا ضمة وأنا نور بخير خير بنقصنا محاوح قادة بور مساكين قد بنبه جوجو أنا وفردنا وأنا لا ضمة وأنا معي مكان وحوق وفرنا وأنا هسا وأريد وحنا نجعل هاي بن دونها أن يكون عملي صدقة على المسلمين مسلمين تحوق أنا قصة قيستان ربا حوق اللي بريبة أربعة بعون دوني وبند أدد عمرنا وبدقرقريري طيب وحويان حوق هذا الله ما كيت ليجر إن سومالي ظهوري هذا لكن وحويه حوق هذا محقق كيت نصاد ولا ما يا أنا ما قمان كرهوشن حوق هذا وارد ما نهاي وقعد متمر وخويا هذا وخبابه وظن نقطة ومرة نقطة يا بتقر قرير هذا دم بروح أنا صاب الله كي بقير ما قصن كرتين مرك هذا أنت حوق بنات حداش صياني أعصابه عروق هذا حوق بنيه كويسن طيب هذا أمضى وقف لأيدي آخرنا بحكي لكم طيب حوق هذه ألعب كلام واحد إن لما كيت ليجر أتذكر كدر ما يعيده المهم فقال عمر عمر وحوري إني أردت وحان دوني الذي أردت مثل دون طيب عن دوني هذا كهر حلق ونبق النول وكان النبي يعطيني المال النبي مالك إسين جري وعامل لما فأقول وحام رجري بأعطيه النبي الله سمنه وأفقروا إليه مني روحي قباهي بضانسين النبي الله وأنه وقاما سيداد مودي سميه وإنه أعطاني مرة مالا نبي حدا مال مربو مال إسيي فقلت وحان كولي له لرسول الله أعطيه النبي الله سمنه وأحوج من هو دول أحوج أباه بضان إليه مالك حق سمني أنيق وقباه بضان يقباه بضان عفوا فقال وحول النبي ما أتاك الله من هذا المال وحي إلهي وكوك يعني مال كان كمدة الدنيا ده من غير مسألة بريا لآن يطوق ملآن ولا إشراف هنقل تاق لآن يراد لآن فخذه قادة فتموله ما ليسو تدقى مال كدقى هنتي كدقى أو تصدق به أما صدق يسو به أما مال دقى وما لا وحي أب سؤال كقاتي أما أذن قلتها كقاتي فلا تتعبه تتبعه عفوا فلا تتبعها الراعين ونفسك نفتها الراعين نفتها دبجي إني أوش هكون مشغول وي إذن بابك بترجمة يستي حديثه كان ستوزة بإمامك سوى فقصين وأخبرنا كثير من عبيد أبو الحسن الحمزي وكحين يا حديث زان أولم كتاب الزكاة ساكا مركا الله دول قاتل أخبرنا كثير من عبيد أبو الحسن الحمزي قال حدثنا محمد محرم الخولاني عن الزبيدي محمد الوليد اليامي عن الزهري محمد عن السائب بن يزيد الصحابي الجليل الكندي عن حويطب بن عبد العزة الصحابي أخبره عوشي وصحابي كلا سائب التبيني أن عبد الله بن سعدي المالكي أخبره أن عوشي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته شام بونا قصة قال الرواية ورأينا قصة مرة هذه فقال له عمر حكولة ألم أحدث ميان لإيشيق أنك أذو تلي إنا قبطه من أعمال الناس تذكى أعمال شرطة مسلمين في اللوجة دي أعمال هولا قبطه عاوسو نشق يا آتاي فإذا أعطيت مكة الوسية العمال أي الأجرة مكة أجرة الوسية خرشية مشقاية رددتها وادعي إنا دعليز ميان لإيشيق فقلت حالي بلا هاوشا ويجرت عمرو فقال عمر حكولة فما تريد إلى ذلك أرنك محد وجده حولها أديدي سمك الغسيري أضوى الشقادة قبطي محاد وقضا ليضا فقلت وحايا لي أفراس وأعبد وحايا هذا فرضي أضوامه يعني إنك فرضي أضوامه لنا هذه حولة قيلي الله يعرف حيوك لأنه فرضي أضوامه هو يكاب قيمة بضنايين دون ذكالي
الدنيا ذا كله نمر كفر دولي بالنقضي إيه معوها إيه أضم أضمنا هاي استمر آدم ملكي حوله واملكي ويا حوله كلو عليه مر كمش سريسة بوقابطي ما إيه أنت نولها أنت نخو كافتونة وادعي كرتا ساس أنا مبدأني ظاهر طيبة لأنه الدحولك لأي جيران وعضين لها وأنا بخير بسبب الأفراس والأعبدي أما وأنا بخير يا مالك أنا ومن لها وانتك أنا وانا هستوى أنا بطقبة وأريد حانجون هيابر أن يكون عملي صدقة على المسلمين شقضي دون المسلمين تكون صدقة يستوحوا البخارش لقمة قاتل عمر وساسة تلمامة يازوه وحوا البضاطر الشيلين مشيلين المسعون يزيه ورحبوا ومدن كون صدقة يستن حولنا أنتنا وان لها فقال له عمر حكولي فلا تفعل سيدة هيالي فإني كنت وحانها أردت مدوني مثل الذي أردت مدك أدونتو كلو إن عمل كيجي حبي ومد أنكو صدق يستوحان أنا قاضني نبي قنوا إيجاد ذوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء نبي محمد بوحي سنجل فأقول أعطيه أفقر إليه مني نبي الله سي مد إيجاب باهي بدن أنيقا وإيجاب فقير سن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به قاضو وما عليسو أما صدق يسو واد مضى تايوان كسيني أدوه هذا اللي ضاي واللي يبهي عندك هاي بهاي بدنسيه ما جاءك من هذا المال مالك وحي كوي ما دو أنت غير مشرف أدوه قلتاجين معنى كود ذالين رادين وكنا في بحين ولا سائل تكسنين فخذوا قاضو وما لا وحن صدا أهين سماء فلا تطبعها الراعين نفسك فلا تطعبه نفسك يكاد أنت نفضها كود بينكم بنان وحد اللي ضاينا مئه أخبرنا عمرو بن منصور النسائي أبو سعيد وإسحاق بن منصور الكوسج عن الحكم ابن النافع أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن حمزة عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد حديث كالدوي عن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبر أنه قدم على عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته فقال عمر وحيلي ألم أخبر ميان ليش أنك تلي من أعمال المسلم أعمال الناس أعمالا ضدك الشق هوله ودنا وحكق بطميان ليش فإذا أعطيت مك الوصي العمالة أي الأجرة مرك خرج كذا يصاع النمتك يعامل نمتك وحلوصي كذي تينات كهتو ديدم يعني لأي شيء قال وحول فقلت سبحانه ها بلا وجرتا قال فما تريد إلى ذلك محد أجد دار كاسوي يعني وك وفل محتملة يعني مرك فلك محتمل يا هي سؤال بقى ماشي كفر هسي زبا هدي فلك يقولك الصريح كي هي في دلالته ومدلوله مركز سؤال اسمه ويدي سيد ضبع لكن مركو فرق محتمل هاي أو أنت أصل معانا أو احتماله سؤال باك إيمان محد وجد جيد محطة ويا شال ورا ولا سويدين هاي طيب سأدرت هذا وكنا بقول كل حاطب ماذا حملك على ما صنعت محاكو وحن بارها وش أصلا ما يصير لأنه فرق حاد محتمل وي معضو عصوا عضين دور كورنا وين وشرحنا ساو حنور حالي بير سؤال يقوي ديو قلي وحود اللي شدان روح كفر وكل عي لا بد وان استفسار لوصمي جهلوي جهلي مع عبد الله بن خطل لو استفسار لو ويدين واي نبي الله وحكود دقن يا أستار الكعبة اقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة عبد الله بن أبي سرح أصله ردوا محال لو ويدين واي استفسار عرانيينتي سيدي دقها إيه هذا أنت يسوع إسلامي إن كده نجيب إن محمد قال محلو يدين ولودي واي ما أدري تعال بعد كوك اللي فينا الحوار هذا حضانة الضابطان ومجيل بدو بعنتي النساء محاجرة لم تستفسر نينك هو يدي جرس أما أيدي أروسي ما بقول عيدا واحدة حربية عسكرية قدري كده ما حلا سوق حريزنا ولا غني مستي ولم يستفسر واحد جرى ما وحي آخر نيات لأن فلك حاطم ليس صريحا في الدلالة حاطم لبوم بعض قطك في رينكرتا أما كوه سق إن ترى ذو حدوه لسي قالوا وكان فهمت ميم جدا وي فحاضب قالوا اهلي او مهلين لان وراق ذي كتاب او قري الرسالة لم تصل الى المشركين طيب وحقوصوا هذه كلي ان بعضه هذه وجيدريس وحكى لو ما هي وراق ذي او قري هذي كفار قريش قال له هي ويكفى اليسن لها هي وعندي لو وحي لي سرنا وسيه قالدي او فلك ظاهر كان كو حكم لهين لكن وراقي ما بقارن بوحي بالغوص وقبت وراقي ما لم تجي إذن لم ينصر ولم يظاهر المشركين على المسلمين لكن وحاق كوهر إلا إذا هذا محاق وراقا أقرطي ما وحاق دوني سي نصرة الكافرين على المسلمين إلا أن كفر اللبون بالنقضة كفر الباطن يا كفر الظاهرة كفر الظاهر كان مها النصوص إذا مها كفر الظاهر كان نصرة الكافرين على المسلمين مدعين ورحبا بلغا قبت وراقدي
وحاكوها إن ترى قرآن كذا إن فلكان وحكة ترجمية عن إرادة ونية نية النصرة والمظاهر للكافرين. إذا وحال باره هي النية ديس سأسألي لماذا حملت ما حملك على هذا مركو النبي الله وحي وحن باري عرورتي يا أهلك يا والله يا هنتي ديدي خير كان رقم بانكو هشيقت بانكو أبرو قريش وإتقاننا وحليف بانانو لمن كان مهاجرين كل جوغة دلت كيه خير كان شيء محو آيين ليش الجوغان طلقوا بها الدفاعية عرورتي ريرود الدفاع أنو هرانا شيقت نوانها هنتي يا عروري هوي يا والله ما كبسوا التقي وانا لبابين هيا وراغم وحان ضمعين تان أقر أي وحمودان إن عرورتي هوانك يا هنتي يا والله إلى ليا أمقر إن هي نصرة وإراية للكفر. إذا هو عدادي ماذا كان يريد ماذا كان يريد وحدون هي عدادي أو الدفاع عن أهله وإخوته وبنيه وماله هذه لكن فلك وعديه أو النصرة بعضه إرادة سيني سلام بارين وحن وكلف إن قلبي سادة بارن وحوجد وحوي لأن فعله لم يكن نصرة ولا مظاهرة ولا مناصرة فعل حاطب كان محتملا للطرفين نبي مركو حوكو قصبنا ذي إنه استفسار يستفسار سمايو مركو حقيقة وقالين وحوري دعوه ولا تقول له إلا خيرا فرهك قال قد صدق فيما ادعى كرمبونا كشفية الدعوة ديسا عمر لكن وحوري فالك آب فميس رحب أنك قواني وحو تصهايا إن الهوست منافقتها إلا أن فرق وكي منافقين تويي يعني لو راسي اسكوها نبي محمد إي عمر وحيسكوها يان ماذا أراد من آمسان لكن مجزر إن أهلي قالوا ما بقادم بهدي إذن ماذا أراد مكو نبي قبار وحيسكوها إنو سنؤجد النصرة الكافرين ولا الكفر ولا الشك ولا الارتداء عمر نوحو أسو دليل شدي ظاهرك للباطن بؤد دليل شدي مرك إنو خلدان ينوام وقطي إذن هذه فعلك وظاهري في دلالته أما النصي هي صريح في فلا استفسار ولا استفسال لكن مركو محتمل هي لا بد من السؤال والاستفسار من قبل دول ثلاثة باسوا مرتوساكو هي ودعي سنة وبرية هي ودعينا قعمها تاقة هي وهذا احتماشا وصورة قلن وقبر قطوقة هي وشعب القادر يوادك ماشا كو حبالا بولي نو قرقارة وإسلانتي كنوي وألاب أزيد ديني ومشرك مركا وحادع كرت إنه قبلك أدعين هيبة وإله إله النحريص ننفع عن بؤها والنشيخ وها قرابة ناين إله قبلك أو واسع أو النور والدم بيجي سرداف بؤ إنه أدعين هيب هدو أدعين هو إسلامي توحيدي وناقوي هدو كدو عيسان هينا هاي وشركي وكفر يعني لا بد من الاستفسار لأن فعلك ما عضو لكن فلك مركو قعد في دلالتي وحبل لا اسمه ودي هوشا سوين أتفهم تال سيدا درتت با عرنيين ابن أبي صرح عبد الله بن خطل ناكح امرأة أبيه فالكود كل وحق عضاه في الكفر والارتداد والخروج من الملة أما فعل حاطم فكان مشكلا ومحتملا. طيب أنك سعود هاوشي أنك ساكب وأن صدي يقع مشغولين حقين مرة هذا فقلت وحاري بلا فما تريد إلى ذلك قال عمر وحوري فما تريد إلى ذلك أرن كم حلو جيده قلت وحاري إن لي أفراسا وأعبدا الضومية فرضاء هذه وأنا بخير خير بنا قصقنا لما قبه وأريد وحان دوني أن يكون عملي عمل كي يؤنوا النقض صدقة على المسلمين مسلمين تدشدون صدقة كن نقض فقال عمر وحوري فلا تفعل سدها يال فإني قد كنت وحان أردت في دوني الذي أردت أي مثل اللي أردت وحاد ضمعه كلام ضمعي بوري إن حقيقة صدقة يستع فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحو يعطيني كيس يا العطاء وحبيب سين جري هانتي فاقول وحان كون جري اعطيه افقر اليه مني احد يقبه بالنبي الله سي حتى اعطاني مره مالا هو شاسا كنت عتي الى مال قد النبي مال سي انا وحكم مقنيسه ان مال ما هو النبي فراه كقاداي مركو النبي الله نين يقبه بان سي واسك ديس النبي روح قالو سي هذا ما ان قال لسي وركي بسعي دا ما ان صدحات بعمر هو سعي وحل حولها قاضي دور قربان قال لي حنيه هذا وان كنت لسو شيغايا قاد خوله هذا تفصيلك مساله تفصيلك اسا كنت جلاله ساو قاد فقلت حاني اعطيه افقر اليه مني فقال نبي خذه قاد خوله فتموله ما ليسو دغه او دقه خوله اد دقه كدغه وتصدق به صدقه يسو وهذا معناه او يهران بن صمري
للتنويع أو التخير. فما جاءك وحكوي ما من هذا المال مالك الدنيا ذا وأنت غير مشرف أظن أها قلتاجن ولا سائل أن عنو يدسنهم برين فخذ وقال ومال فلا تطبع نفسك وإن صمري. أخبرنا عمرو منصور أبو سعيد النسائي قال حدثنا الحكم النافع أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن حمزة عن الزهري محمد قال أخبرني سالم ابن عبد الله حديثك وحكم وقال يمر إن لقد جاء من حديث عمر لقد جاء طيب أنا سمعت وكعبير الدونه قصة أسوق سدر وطو ففاسم من دور وصمر هذا أسوق مختصرة بشيخ سعلي واكنا هذا الحكم النافع أبو اليمان قال حدنا شعيب أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال وحولي سمعت عمر الخطاب يقول هذا محن حديثكم من مسند من عمر ويهدي من مسند من عمر بهذا النقية من مسند عمر بنصوائها خلاف كوجر مرك رجع قاركي تلمامين لا بأس وحديث كذب هيا ما سمعت عمر يقول وأن مغلي كان النبي يعطيني العطاء نبي محمد بأسين هي عطية أسين هي يحول أسين جري فأقول وحنورن جري أعطيه أفقر إليه مني أحد قباه بالنبي الله سي حتى أعطاني مرة مالا إلى أمال أسية فقلت له وحنقول أعطيه أفقر إليه مني قال خذه فتموله وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك حديثك روي لكن حديثك روحها من حكوس السعودي من طريق محوها عبد الله بن سعدي بكسه السعودي سداسوها مركز زهري بن مرهي اختلف على الزهري مركز زهري دوانين الشيخ مكثر أهو شيوخ بضنوي مرنا شيخ سالم بن نظيم عبد الله مرنا وحصوها سائم يزيد السحابية طيب باب استعمال آل النبي على الصدقة نبي محمد آل كيس إن عمال لقد يكره وصدقة الله دير يكره هدونه وحلقة سنك إن كلي استعمال آل النبي على الصدقة أخبرنا عمرو بن سواد بن سواد بن الأسود بن عمرو العامري عن ابنه بن عبد الله قال أخبرنا يونس ابن يزيد الليلي عن شاب الزور عن عبد الله بن حارث نوفل الهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة وأنك كريه الله يلا شيخ صحابي مركز مقعيس إلهي غير في اللو تعبيدي التعبيد تعبيد الأسماء لغير الله أصل ما بنانو هل كان وذات بالله شيخ وذات كان والسكو خلافي وحفاظ بضم بوحي كوري أن حديث كيس أن المطلب إنه ربيعة نيكا مقعيس هو مطلب إنه ربيعة إليين إيه ماها عبد المطلب بعض الحفاظ نوحي كوري أن عبد المطلب إنه ربيعة وسحابي سحابي صغير أوي أنا عبد المطلب ابن ربيعة من حارث عبد المطلب الهاشمي هدي أما أن المطلب إنه ربيعة إن عبد الله قوي إن الله شيخ الله بضر رواية بقى ويسوغيين مركا نينك حجيزاني أما أنفع هاي طيب لأن شيء مركو الحجيسان يسوه شرط الدليل أن يكون صريحا وظاهرا في المراد دليل كشرط يسوه حاوي أن يكون ظاهرا أو صريحا في المراد دليل كاتوسا نصنا أهين ظاهرنا أهين فليس هو بالدليل عند أهل العلم ولقى إسكو أقول هذو ماشي دليلكم مشكلة يعني أما محتمل يعني دليل معها دليل معها سيدي السبع أخبره وحوشي أو عبد الله بن حارث كهر وحوشي أن أباه أبيه ربيعة بن حارث ربيعة بن حارث وأبيه مطلب أما وأبيه عبد المطلب ربيعة بن حارث بن عبد المطلب ربيعة بن حارث ويلكيس هو عبد المطلب كهر أما ومطلب كهر قال وحولي لعبد المطلب بن ربيعة وحكيري يعني الربيعة وحكيري ويلكيس عبد المطلب بن ربيعة بن حارث يعني قال لي أبي نورها اسكف يعني لكن هذا هو التفات بكسني يا والفضل عباس وحكون عبد المطلب وحكون ائت يا رسول الله بمعنى أضيق ربيع بن حارث ربيع بن حارث بن عبد المطلب حارث بن عبد المطلب يا عبد الله بن دلبا ولا لا حارث هو أذيرك النبي محمد ربيعي النبي محمد هو الم أذير ربيع ابن الحارث ابن عبد المطلب يا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بيكلي الم أذير وي خرون مركو أضيق ربيع يا وحدر يا ويل ودري عبد المطلب أما مطلبة يويل أدر أيهاي وفضل عباس عبد المطلب طيب وحول إيتي يا رسول الله رسولك الله أتقى فقولا وحد كتر هذا استعملنا شقسي يا رسولك الله على الصدقات صدقاتك النودي صدقاتك صوروريا نرده النودر كده من هذا وحانكه اللي والعامل عليها أيوه استشان هايو أضيق اللي بدو الوذي الجوغان تشان هايان با علي با أويمت فأتى علي علي با ابن أبي طالب ونحن على تلك الحال بول أنه سيدا خصوغان أيو علي نويمت فقال لهم وحكوا لي فضل ابن عباس وحكوا لي يا عبد المطلب بن ربيعة إن رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة من إذن كمذا إن أبقى عامل كذلك ما يبور
أنا أقول شعيدة فقه خاصا كهيا أهل البيت باتهين نبي محمد إيدين دي ما يهوشاس لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة. قال عبد المطلب حولي رواية كالحديث يقول لي مكاسا يدين واد 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 نحس تيسا حنبض سأقول لي ذاهي إن أظو نبي محمد قبل يسقبته والنبي كأقلو ذاهي وخير كسين معروف يسأقه وقوه لكسين ياهي ونبض قبطة سأقول لي ذاهي أنا لم نحمل إيسا سواما بل لم كان رسولك لأنه كود دين بيدي نبي قول أنتك أنا شغانا ونور ليبي على ما يشيس كاتك ورما كده إيسان. قال عبد المطلب حولي فانطلقت وانتك أنا أنيقي والفضل عباس بانتقني حتى أتينا رسول الله رواية كل أسل حديثك أولي وحكوه يمد إن أضيق الربيع بس ما أهين عباس نوال سعود ربيع إن الحارث يا عباس إن عبد المطلب لبضو ضابا لتلي ويرسو الأرضي صدري نوال بقولك صدري مرك علي بل ورشة كده يوليسا اللي قوينا هوشة اللي بما هي علي آهي نوال نتكاه حجيني ساسوما بيان نقحك ده ما هي نظفاض ما قبت أسلوا علي ساو فبدأ قليل ورمساس ماها حتى أتينا إلى أوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتقني فقال لنا وحنوي إن هذه الصدقة صدقة أيضا زكدا إنما هي أوصاف الناس وحاهم ويدفك أسقى قودوي أسقى قيسكتا قهيين وي وإنها أيضا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد محمد نوابنا آل كمحمد نوابنا لا إني كشقيان لا ولا إني قاتان إني كشقيان أوابنا إيسوء الرشان سانا إمرك كقاتان مشقايد إي عمالات عمالة كقاتان إن الله سيئنا مبنام وحيث ويدين لمرك هذي أوصاف الناس تاي محام مسلمين تي مساكين تن الله سيئنا إنما هي للضروع علم الوليين أصل وأسكر زكوية صدقاء أصل بناتك إلى لسود كفقة تقوف عن دي لكن أي ذلك اللي سيئ هل سيئ باهبة اللوسي للضرورة والحاجة الملح أما وحا اللوسي لمصلحة عامة للمسلمين أن لأنت تعنكر كمصلحة المجاهدين وابن السبيل والمؤلف إلى آخره. إذن هوشا وعبات الشيخ سوء علندنا أدلاء بضان وطاكبان بكيندنا آل بيت رسولي أنا الله أقلي خلاف بضان بواقدا بردعي ونما بوحيدا آل بيتك أمركو بيت مالكو تاقيا وفيق إهيل هيانو خراج وحلقا سينها يو دولودا إكوار قبطوه مركاسا الله أقلي صدقاتك يزكواتك منبا لكن هذه هوشا صدقاتك أي بربرتو صدقاتك يزكواتك ويقضان كران قليا سيدا يدي قليا وحيدا آل بيتك أيجا أيام لما أقول ابن آدم كان يحكى قاتان صدقية زكاة منا ما هو شقية لكن أيجا رهيب بني هاشم يالبيتكو السينكر بينه فقراء ضوضو أغنيه وصدقة السينكرته لأن محي أوصاف الناس مئه وأوصاف بني هاشم وآل بيت رسول الله يوي مركو حال الدنيا هاي إن ابن آدم كلي أي هوستجان ويد العليا أي نقطة خير من يد السفلى أي نقطه لكن أيوة إسلاس إيمان وشرف وحو السينكر أنا وده أيوة بحث جانا كعيي صوابك وحوي عدم الاستفسال بلد ليشان هيايو لا أيجا ولا غير كود أما بيت مال حتى أنا أمين تجنان من الله ما سينكره هدايات بليين حقوق بليين مسلمين ترى الوقوع عرب حق على بيت كان مير صاران وأنا الغلط ده قلمي لكن ما وحنا بكحر ما إن الله ده بتجنان الله سيا صح ما حول كلي بدائل كلا ديار سن باب ابن أخت القوم منهم من النساء فقيس كمتاي جوار الرهيب بني هاشم ويل كذا شيء أصلا ذكر الله سينكر كله ويل كأبت الله يا هاي نساء حول يوك أبت الله الرهيب بني هاشم يدارين ومن آل بيتي آل من آل بني هاشم وي مركز ذكر الله سين ما يوف استنباط كيف إمام كمتاي أخبرنا إسحاق إبراهيم الحمد لله قال حدنا وكيم الجراح قال حدنا شعب الحجاج قال قلت لأبي إياس أبي إياس وحنكوري معاوية بن قرأها أبي إياس بلغ بدل هي مركو وأنا مرعي أبي إياس مرعي إساء معاوية بن قرأها المزني قال وحنكوري بولي أسمعت أنس بن مالك أنس بن مالك مكمق قشي يقول أسوغو له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم قوم قبردود ويل كيده من أنفسهم أيقو كتر سنيا لفتر كودو كتر سنيا قال وحب السحابي معاوية بن قرة المزني نعم وان مغنبك أنا سوسيد الآن مغلي معاوية بن قرة أصبه ما يحاوي وتابعي أبي قرة المزني بسحابي وان مغلي بوري أنا سوسيد الآن مغلي مركم حبود لي شنية ابن أخت القوم من أنفسهم ابن المرأة الهاشمية ومال هاشمي ومن آل بيت رسول الله في باب الزكوات حق ديقة يضغن كيضوذي سنقونني لكن حق هوشا وسوق لها يا ابو قبا حديث كذا ترى قصه خاصه كوي من نبي محمد بن انصار بيقول كل ما امرت كو تغا وحان ربا كلي ان لا ان اولها له مركو نبي اي سو اوريين بوري ميدن كجرا عيدان ايدن كا اهين
سو مرد الذين هو أدنى يا سو أنصار ميل أمتين ما ينبي الله وحيدا وحن وجرة ويل أبتلوية ينن حليف أو هو ذريك رقم كؤة نبي حول حليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم أوش وحال ينن كرقم كا دلت شرد من هرام بسوي دينك مقيم أو رحية ديك بميدا ولاجنا ها سو هرام بحليف دينك هذا حليف كنوا وايد كتر سنها فرديو ويل خلاص لاين هذا و رأبتيجي بل ويلك رأبتيجي إنه يرأذوق مركّة قال رأبتيجي بودب حسنية وليبا خاصة الصومال إنتن قا قان رأبتيجي يرأذوق أنت بدل مركّة قارخود إنه في علاطك توديجي هوفش أي حساب كلب الله بتموي حاجة نحرس دان قشنا مركّة تاجن تاي وحاب بدل ويلك رأبتيجي إنه قدن قادو لكن مركّة باش حساب تاني في علاطن جادو رأبتيجي يرأذوق دجالمان مركّة قريجي وحلق عالم برم ملاين رأذوق بلجور مركّة أيضا سازي وقتها رقم الصومال الكبدانية. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحمد لله قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك عن رسول الله قال ابن أخت القوم منهم هؤلاء شعبة حديث كسو وكسو من طريق معاون بن قرة عن أنس وولي باللعد بالسمع يهضنا طريق كالكونة عن قتادة عن أنس بكور هي ابن أخت القوم منهم قبل ويل كودو عفوا قومك قبل ويل كذا شيء أيوه كتر سنة هاي باب مولى القوم مسألة خلافية مسألة خلافية وي علو حليم ترسنان توا من حيث حق أسوء أسرارته أقول حجين أما أولا الصفان أما النصرادة أما أقولهين أما أمحركاسي أدريالي أما أدنين وي ما أها حق الحلكي هي حق محوم أهاي زكاة التحريم كذي صدقة دي منا ما أقول يا أرمي ولو حليم لابد أرهم بوا لقين لها وويلك قبضاله داشئين وقرد حالي باكو عبهي ويلك جبر داش يقول سك لو رحل إنه قاضي عصبك إلا ويرفض كلا وياه أما أصوب وقرابية عصبية هاي حق رحل كنا واسيد البخاري أودل الشدة النساء محبودة لشيء الزكوات كي باب مولى القوم منهم تدخل منك الحرية نواك حكم منك الحريسين المولى وأضنك الحرية أخبرنا عمل علي الفلاس قال أحدنا يحمل سعيد القطان قال أحدنا شعب الحجاج قال أحدنا الحكم ابن نافع عفوا حكم من عتيبة الفقيه ويانا خلد حكم من عتيبة الفقيه وذلك شارح تصحيف باقالي مركو حكم كادمري حكم عطية وحنو عاسى قرآن إنه كل نصلاح نوه هاي حكم عتيبة الفقيه الكوفي عن ابن أبي رافع عن عبيد الله عبيد الله من رافع عبيد الله من أبي رافع كاتب علي حديثك حاطب ورنجري في صحيح البخاري وقرآن إذا في مسلم عن أبي رافع عبيد الله من رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أبي أبو رافع القبطي مولى رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا نبي محمد بن عامل كدغي استعمل و هو عامل شق كدغي رجلا من بني مخزوم على الصدقة من بني مخزومة أي صدقة سؤروري نكاسنا أرقم ابن أبي الأرقم بالأورنجري أرقم من أرقم المخزومي كما عند البيهقي عند أحمد في مسند والبيهقي والطحاوي في سعم والطبراني في أبي يعلى بعض الروايات وسير رواية بيقو حيك هذه تيأي أن رجلا من بني أن أرقم الزهري أن أرقم الزهري زهري نصين بلو بدن يهو يهي بري بني مخزوم وهذا هو الصواب فأراد وحودون أبو رافع وحودون أن يتبعه إنه الراعه حديث قصو سينك فاصم بإيمان دونا لكن حوا سلك سوحوها نينك الشقادة النبي عاملك وكاد لقيا أرقم إنه بالأرقم المخزوم يأه أيها أنتو سوى تقل أبو رافع ويحول إنه كان إيوه هليا لو شقا إلى صورودي بحيث النبي ما كان صوروري خرج بسين دورا عامل بان هاي كذب حولها صبح كهري ساي وحي أنصوه لما ذا قيبسان إنا أنقصه إلا عامل لماذا مركاسه لبا النبي أنه ويدي أبو الرافع محاني مدك دي محوري حتى أسد رسول الله النبي أنه تقن سوو ويدينا إنا أنك راعي كرو كرو صورورين كرو أو شو اسكال قلباش ما مامل بيكسو حطا والنبي قلت بي قاسة اللي سمئوا ويدينا مولى القوم من أنفسهم سواء نقوم ما ننكو حريني ريبان هاشم بكتل سنتاي لقوم أقلب أشنا أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدقة صدقة لا تحل لنا أننا نوبنا محوها إرهيب بن هاشمة يدلتك وإن مولى القوم منهم تلك ننك حريين أيو كتر سنية قويسك ننك حريين أيو كتر سنية باب الصدقة لا تحل للنبي صدقة إنه محوها بنانين هو سبباشو أدبت أخبرنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدنا عبد الواحد بن واصل السدوسي قال حدنا بهز بن حكيم عن أبيه أبيه حكيم معاوية عن جدي أبوه معاون حيد القشيري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه نبي محمد مركي الشيء لو كانوا سؤال بكوي دين جري سأل عنه لأنه الشيء لو كان اللي بوجه احتماله على السواء صدقان ونغنكرا واصور قل هدينا واصور قل
لا بد من السؤال مركزي لكن حولها مركا ظاهر كذا حراشة إني يكون مقطع سؤاشي ضبقاشي ما في علم علوصا سيليه ويحضر كشي كذا أما أم محتمل حراني حلال سؤال بمكا كفورا وادبقي لوالدكو أغان هدي لكن أوسن درين كاجرين شكي غان أوسن جرين احتمال حران نمنا أي سنجرين أدوان دبقي لين بعد استعمالي ظاهر كاسم نكو وضعيسا ساسي كالتاي إذا أتي بشيء سأل عنه نينادكو أكتا إنو ربكا شقيستو أو خمركا شقيستو أو محو آي سيجاركا شقيستو أو شاتكا شقيستو أو شيطانا باكو برسيخو برمضان بألا جوغا يتوانكم كن لواتن كن صدن كن بمساكين توقعي ببهوش اسكفيري أدوغنا وحيات كاقالان كرتكا قادو فهي اسكوي دي حوال المحيي حرام مكوه قاي بلا يهم معي محوال حلال أها ومسايد اللي قريم كريو حوال إسلام مساكين لقودين كرو إلا لضرورة إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة مهدية أو حرمية ما موسدة أم صدقة مسألة دواشوة صدقيسي لأنه متصدق وصاحب عزة ورفعة ننك لو صدقيسان وننه وصية وهو كبحة من باب القرب والتصدق إلى الله سبحانه وتعالى ومركا اللي إيجي نين روحة وحسين يسو احترام لو من موجين يسيد وحاوه وروح هذا الله يقول دوان يسكلي أنا وحسيسه مركو حكتي ما دار رأفه يتقرب ينيو بغض النظر عن المتصدق إليه لكن هديه وحيكون عند كل سنة من باب التعظيم والتحريم من باب التعظيم والتكريم ويا باب الكرامات بي كتي ما دار صادرت هديه وحلقة بعيا ثواب وننكو حكوا هديه وحبا عطان الله سيئا نبقونا ننو حسو هديه وسنو أبا القدن مجره ماشي الصدقات وهوشا أن الله قليه فإن قيل هدي ليده صدقة وهي لم يأكل معه جرمان وإن قيل هدية بسط يده هدي له وهدية النبي الله قعد سفدين جري مرك فرق وحوي عرف قالوا كلا سارية ثانيا النية قالوا كلا ساري طيب هدايات ووحكو مادة من باب التحفة والتكريم والاحترام والتعظيم الروح مرك اللي يجي ما هي روح صدقة كوب حدا مسكوا ما بحضوها وش الله ما في ريا مركا احترام قيم محبة الروح يدين دحيسية معرفة يوتشي قبل يكون حرام طاي من نوع حاوي مثال محاوي صدقة وقال أنا أقول دوانها يا نقول عدو دونها النقطة قش جيسة مركا نوح اللي يجي ذاتك صدقة يكون بحيسين ما طاي باب إذا تحولت الصدقة صدقة مركا إسبد شيء وريكتي هدي أبد سوء ريكتو سو مركا سينا مركا نبغ مقالا كرو إذا تحولت الصدقة إلى الهدية وين صدق النبي يكوّل تهديه وريبتي أخبر يعني روح مسكينة يروح الوصلة قيست مسكين كبا النبي أُسر هديه مركم مسكين كالوصلة قيسن هي وحياة هي صدقه هذا أصلا مسكين كمركم النبي هديه والنبي وكحر مينا وهديه عينت واسلع عينت لكن وحيس بدلي حكم كي حالده طيب أخبرنا عمرو بن يزيد الجرمي قال حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا شمل الحجاج قال حدثنا الحكم ابن عتيبة الفقيه عن رام النخع عن الأسود بن زيد النخع عن عائشة رضي الله تعالى أنها أرادت وحيد دونتي أن تشتري إلي إبست بريرة أي إبسته فتعتق أي حريسه بيد معي بريرة مكة مخاطبة أي وأنهم تذكر وإنهم أيضا اشترطوا وحي شرط استنولاءها إن قعل لماذا يدي النصرة يدي خدمة أيوة أي شاء ولاءها أي نصرتها هي نعفق هذا مكة حرودة كدي يا دخل كده ما دي وخا دخل لا وايو فذكر ذلك لرسول الله ارن كاسي عائشه النبي او شيكتي روايه كل البخاري ومسلم كيما دي حتى النسائي كسون نقدر في كتاب الطلاق وحيت المامه هي ان او النبي ايدو ما يسن شيغين النبي ما قلي بريره مركي هوشا يا عاشقه هلين يا عائشه وحيت انت كن نقطه قليه كلها انا سين هي سغالك او قيدود يا لعقتي كو دغتي ما انا او غاشكرين هي ديار هنقدين ويكون نقطي حيث حولها تقول لكتان والله بحينها يا عائشة أنا بحينها سيد سودير قروبة مركز يدين بشر وين أنه ولها يلن أيضا هكو حريسو لكن ولها هذا علمت كذا نصر هذا هدو هذا دي ما تدحل كذا وقربك القوة يأنك اسكالي حير كاسي قو إماي ويسو نقطة بريرة عائشة مركز أتمل هوش أشيكتي بريرة مكة عائشة هوش أشيكتنين محمد نواسوق الوافردي عائشة يا كربان وحال إنتو عاثر يلي مهاي والله إنا يلينين مصعون إذا أنا هوش بحيو حقا إن أولها هي شاد مركز عايش في محاجرة مران كاسم عوقها ساسو نبي هوش كله قاعد أول الله شجع بما آين طيب مركز نبي هوش كهالله فذكرت ذلك لرسول الله رسول كلاه بأشياء كثيرة فقال ويحول نبي
اشتريها إيفز قبرنا بريرا وأعتقها حرينا فإن الولاء لمن أعتقى ولهم معها وحلة سيئة لمن هي وحور رعا نعمة العتق بور رعا لنك حريبا إسكالي وخيرت والا الدورنسية بريرو حين اعتقد مكة لحرين نينك وذاتك قبية مغيث أهابا للدورنسية طيب وحالي من لجهوكي مسواد كفص خانواد كتري أضم بون أها وأتي رسولك الله والله كان بلحم هلب الله كان فقيل وحلق يري هذا مما تصدق به على بريرة هلب الله كان ولا كرنها يا نبي وحولي هلب كان الله ما سوى عائشة ونبي الله وأن حديث صوفة فأصل من الزمر عائشة وحيث نبي الله وهلب صدق يستيب بريرة فقال نبي وحولي هو لها صدقة ولنا هدية أيضا مرك السنية والله صدق يستيب هذا قبل أن سريضها سيسيب النور وينوس هدية سوى قولي نبي حب أسوى هدية سيب وكان زوجها حرا ننكذ حرب أها بهذا إنه قرآن خلاف بانكتها وكان زوجها عبدا إنه أضون أها بان اللوب بدن يصن حر أهاي بان اللوب بدن يهي رواياتكم مركو إسكو خلاف فنظم أنا ما خصيص أو شاسي محل شايتك وإنت انضنبي هيريبكي لغصو صدق يستبريرو النبي محمد يقول صبره يهدي يسي إنه نبي أقبلي وصويرنا وحكاقة الحديث كان الحكم يدور مع علة وجودا وعدما إيوه مسألة هذا يكبر هذا أصل كذي علاج المناط كذي مناط كنا أي شيء نحقول له بعد أي قادم هي اللي بقول أنتم في باب الصدقة جوجي حرام بقاء على بيت على آل رسول الله مركو باب الصدقة كبر حي باب الهدية وقلينا حلال بقول نقضي مركب مناط كل شيء والبكو حرين يعني باب شراء الصدقة باب شراء الصدقة سرت المسلمين تأذ قال كسر أورورس إذ المسلمين تسيسو وجاسوس نيم لكن واجهوا سنمي إيمان الدين يحقق. مدة عاد مسلمين كقاعدة قالوا أوجي سنة. يقصاب صن حر دجال الله يأمن قضايا الحرب والأمن قصاب صنة وكفر الدين لا أنوي. وحوى وضع جاسوس نموي. إنك سوى ذلك لقائم ده هنيك مسلم كه قالوا كل حجرة سرت سوقد منها مسلمين توقد منها ناموس بلاه ناموس علي ده. نينك لكن قالوا سرت أقعد هي أوجين هي. كاسو جاسوس عليه لا يراد مركه وان اسكمت صاحب السر وحو ودا سر لكن معلك يو جيدده يمشي دحايسي كلا تغي لكن وحو اسكمت عرض معي لان افكا ضاد لبد دان هضاد دقاجس وحنا او كجيرو مضغبا ليا بايد لبد غوس دحو هادو وح كجيرو او وح ججبنيس مضغبا ليا دا اسوغو من هضاد لا دحدنا تحريك الفك بليا بايد هوش هذا قوته واصل هوشي لبدي جوز لبدي قلب أصله دعيسة لكن هذو وس كجرين تحريق يهولك كلوي كقعق عصيوي لكن مركي وحذو يس مركا مضغبا ليه يعني وحي كل وحي سكرنا هي صادق سكرنا هي منطق سكرنا مع جوني هي حكم جوني وقناعي باب شراء الصدقة صدقة الله بحد من اللي سوء يبسن كراه بشوق هذا الله يا حديث عمر بونا كيلو دونا إني سنبناين بالراجحة إنه سنبناين صدقات وحي إلهي درتي أضب حسي من باب التفضل والإحسان أها إنه لسوء عشان كريم بالراجحة لكن زكاة عادية يكون واجبتي حق لغولها أها إيه حسي منك مسكين كاتسيسي قاتي استعمال الملكي وإن لغسو إبسان كارو أحاديث باكوت من حديث أبي سعيد القرنيسان تفصيل كاسات في عن إشكال كفجر لبدا حديث نصاصة لغو جمعينية وذلك لكن شارح ميلك القاف كالو وقه الله مسألة وخلاف الفقهاء والحياة الدهراء مبطبق لكن باب الزكاة كالقاضو هي باب الصدقات باك في عن أخبرنا محمد سلامة والحارب المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم العدوي عن أبي أسلم العدوي مولاهم قال سمعت عمر الخطاب يقول حملت على فرس في سبيل الله حملت وحنكو حنباري على فرس فرس دوشي يعني فرس بان صدق يسوي في سبيل الله فأضاعه وحاد مي الذي كان عنده نك أنسيه إنه كنت قال إنه كل هالجنب دمي وبيله وضيع فرسك تعذره أدله وأردت وحان ضن أن أبتاعه من أن كسو يبسده وظننت وحان الملي أنه بايعه إنه كئيب دون برخص قيمة طبعا وحان الملي بوري نك فرسك سأضع ترى إن فرد يقان ما بيه ضن ورب أنت ما جزين هاي ونسكدي وحوك فلين فرسك فسألت ذلك عن ذلك رسول الله رسولك إليه ما أهوشا وإنت أنا كنا قاقين فقال وحيو النبي لا تشتريها إبسنين وإن أعطاكه بالدرهم هل درهمنا حقوقس فيها كاقي إبسديها كاقي إبسنين فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه إنك صدقيس كن نقون هاي وحيو لمدي هاي حقا فالحماد أي كن نقضي متقسي مك تشبيه هاي تنفير كفوش النبي والتحريم بوتوسا هاي وأنا أدي لي
أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام صنعان عن معمر بن راشد عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبي عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فرس بكب حيجتك إلهي فرآها وحوارك فرس كيوب طباع اللئي منها فأراد وحوض دوني شراءها إنه سوء يبسد زيادة كجت معنا ليرادة فقال له النبي نبي وحور لا تعرض هوبا بحن أي لا تتعرض كارغانتين لا تتعرض هوبا بحن في صدقتك أي في العودة في صدقتك إنها كل عبطة صدقة هذه يعني كل عبطة نوي كنفقو وحكجر حديثك ذاتك المسلمين تهى الجماعة حانتدى الله سيئة أضو مالكين تو أي سيئان أي كوها القنبهان إني ملكين أيها ذا مجاهدة ربابوركم هو كوها القنب وقاضوا استعمال وملكيه واتسيس هذا القول أضو الله ره السيسان نفس القاطرة كوها القنب ونفس الشيء وأن كسيئة هذين هذا تروا كوها القنب وقضى قالا أضن أرعين أنا إسكالي لصعو لكن كل شقيقون وحاول ملكيه ووريقها إياه وريقها يا لكن ومركو يهيوي واحد واحد من الكسنتاي لكن حوالا اسلام هدو يهيوي مصالح المسلمين العامة انت اذهل قمي سوء باط استعمال مالك حلقة تكتبت وريجن قوي يا بابورك يا بابو مضال لاين انك كود يبين حوالا اسلام عامة يهيوي واحد الله ما هاي مالك اسوق ما هاي وإنما كان ناظرا وحاسبا أخبرنا محمد عبد الله نعمارك المخرمي قال أخبرنا حجين ابن المثنى اليمامي مثل الله يضفى فاصا موطن مالك بين قصة مري قال وحول إمامك تاضا هورانك الله حدثنا الليث بن سعد عن عقيم وخالد عقيل الأيلي عن مشاب الزهري عن سالم عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحدث وحوشيق الجري أنه تصدق أي أن عمر تصدق بفرس عمر إنه صدق يستي فرس حديثك وروحوها من حديث محوها زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ومن مسجد عمر بوها كي أنقصه بالله ونشراء الصدقة أسلم مولى عمر عن عمر بوها أحاديث الضمون أنا من مسجد ابن عمر روي وحلو بذن إن لقدق من مسجد ابن عمر لقدق ألو بذن يا عفوا أن عمر تصدق وحو صدق بفرس فرس بفيس ولا قصد صدق فوجده فرس كي بهلا يباع لإيبنها بعد ذلك انت كدي فأراد وحوضنا أن يشتريه وإنه صوقته ثم أتى رسول الله رسولك لا يبوتك فاستأمره ولا تشري في ذلك في الشراء فقال له رسول رسولك لا يبوتك لا تعود في صدقة تكون غني النهج ونوح الوحن باري تحريم بالوحى باري حديثك أورنجة لا تحلو زكاة إلا لخمسة يعني أبي سعيد الخدري غير كنا وحصور ريبي ننك غنقة صدقة بحيي صوقتي بماله كسو إبسان إني أبنان طيب زكاة بحيي واجبك أي طيب مركا باب الزكاة هي باب الصدقات باك لدوان وذا دنا وحليم ما هي باب الوقف هي باب كلام كلدوان اسكب مدوى صدقاتك أخبرنا عمن علي الفلاس قال حدثنا بشر ابن المفضل ويزيد ابن زريع البصري قال حدثنا عبد الرحمن إسحاق العامري عن الزهري عن سعيد المصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نبو حو أمري عتاب ابن أسيد رضي الله تعالى عنه يو حو أمري أن يخرس إنه قدره العنب مرها عنب كبيرت عنب كبحضي فتؤدى انت يقولون تايوي فتؤدى لقته زكاة العنب حال كونه الزبيب أسوق الزبيب مركا إنجاقي كما تؤدى سيد الله بحيو زكاة النخل تمرت زكادية ذو تمر إذا تمر الله بحيو ومرسل حديثكم مرسل وي وحان لسكو خلاف على الزهري وصلا وإرسالا وحكوا لسكو خلاف من أي مسند هو ما من مسند عتاب مسوى من مسند غيره بخاري وحور الجحيم من مسند عتاب صوابكنا والإرسال في الحديث عن الزهري كما مر معنا في أبي داود كل بقول يصدح صوابكنا وحوها حديثك إن لغوك يا رباب الخرسي خرسي ماشان قصة مرة إن بيرتو أبحضي لوصد إن من بير أقوانو بير يقانو قياسة واح كسو قوة يا كسو بحي يكدي من أتكا قوصة تهدو مكي إنك تنك هاقا دو إح لغوك لكتاي حالك إن لغوك يا نايا صادرت سنة الكبرى كمئ من حديثك وسنة الكبرى وحا أدن بأي حديث كان ظهوري لا تعود في صدقتها صدقتك مركا إن نسخذ أي خلدام بادعي كرتا أما تقديم تأخير دعي حديثكم إن لقاضوا باب كسي لقيه أي صواب هذا بالله التوفيق